قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان ردي ابغل بانه معاك. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك ردي ابغل بانه معاك، لانك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساك، ودايما يفكرني بيك الغياب. لانك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان راضي أبغل بإنه معاك. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا حبيبي؟ مالك يا ادم؟ صوتك وسكوتك ده بيقول ان في حاجة. جميلة سافرت
وقالت لي ان احتمال ما نشوفش بعض تاني. انا كنت متاكده ان هي هتعمل كده. طب وانا؟ انت يا حبيبي دلوقتي ما فاضلكش غير مراتك والبيبي اللي في بطنها. مامي قالت لي انك هتتغدى معانا النهارده. هي اللي صممت. أكيد عايزة تتكلم معاك في موضوع. عندها أمل إنك هتعرف تقنع حماك يجي يخطبني لابني. هي اللي قالت لي كده؟ هي ما قالتليش حاجة. وفي حد في البيت ده بيقول لي حاجة أصلاً؟ فاهمين إني مش فاهمة اللي بيحصل حواليا يا آدم. أنا مش هتحايل على حد يا إيمان. هما اللي هيجوا لغاية هنا ويتحايلوا عليك إنك توافقي كمان. شوف كده عرفت انفذ ملحوظاتك ولا لا؟ نفذتيها طبعا، بس بروحك انت. ما افتكرش ان ده يزعلك. لا طبعا بالعكس، انا عايزكم تشتغلوا دماغكم مش دماغ انا. اول ما اشتغلت معاك فهموني ان انت ديكتاتور. ديكتاتور؟ عادي، غالبا محدش بيفهمني، غالبا هي دي مشكلتي من زمان. مالك يا سامح؟ شكلك مش عاجبني النهارده خالص. امبارح رحت حضرت عيد ميلاد ابن واحد صاحبي. لقينا اصحاب كتير مشتركين جم، كله جايب بعيلته ولاده. ساعتها حسيت اني وسطهم غريب. كنت اتجوزت من 15 سنه، يمكن دلوقتي كان عندي اسره واولاد. طب ما انت اللي كنت رافض الجواز. غالبا كنت غلط. خلاص يا سيدي اتجوز. طب روح افتح الباب بقى دخلي على العرايس. طيب تحب اساعدك؟ تفتكري ايه؟ طب ايه المانع؟ تيجي نتقابل بكره نتعشى سوا ونفكر في الموضوع ده. اوكي موافقة. عزة، انا قلت لجوزك ان احنا مش هنوقف على استقالتكم. وانا جاي اقول لك ان انا مش هسيب الشغل مهما حصل. برافو برافو يا عزة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نانا. ماجد هيجي يطلبني من بابا. من ورا اهله؟ ما عندوش غير اخت واحدة، مش هتفرق معايا اذا كانت موافقة ولا لا. تبقى رافضة. انا هتجوزه هو، مش هتجوز اهله. بتحبيها دينا؟ مقتنعة بيه جدا. عشان رسمة تهاجر معاه مش كده؟ بقولك يا ادم، كل واحد فينا عنده دماغه. انت كده بتتجوزي فيزا مش بتتجوزي بني ادم. انا مسؤولة عن اختياري ده. جواز من غير حب يبقى بتدفني نفسك بالحياة. لو عرفتي تهربي بماجد ده من هنا مش هتعرفي تهربي منه هو نفسه هناك. انت بتقول كده عشان انت اتجوزت واحدة مش عارف تحبها، وما اتجوزتش اللي انت بتحبها. انت كمان عايزه تسيبي عصام اللي بتحبيه عشان تتجوزي واحد ما بتحبوش. انا بعدت عن عصام عشان مصلحته. بابا كان هيرفضه من الشركه. يا بنتي بابا رفضه خلاص من الشغل، وعصام سهل قوي انه يلاقي شغل تاني. لكن انت صعب تلاقي حب تاني يا دينا. فكري في كلامي كويس، هتلاقي عندي حق. غريبة يعني، قافل على نفسك ليه؟ انتي مقلتيش انك جاي. عادي طلعت في دماغي فجأة. يعني ايه؟ يعني انا دخلت المستر سامح وقلت له ان احنا خلاص مش هنسيب الشغل.
ازاي؟ احنا ما اتفقناش ان احنا نمشي لو انت سوا حتى لو هو رفض؟ طبعا كنا غلطانين. ازاي نسيب الشركه دي بعد كل اللي عملناه عشانها؟ وازاي هنقعد فيها بعد كل اللي حصل الفتره اللي فاتت؟ لو حد المفروض يمشي يبقى هي مش احنا. انا مش هسيبها تاخد مني شغلي زي ما كانت عايزه تاخدك مني قبل كده. معلش انا عندي شغل كتير هناك في الغردقه واقف ولازم اسافر. لا مش شغل. انت ماشيه هربانه من اخوكي ومشكلته مع بنت مدحت منصور، ومين عارف يمكن هربانه مني انا كمان. عندك حق، انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه افكر في الكلام اللي انت قلته لي، عشان كده عاوزه اروح الغردقه. بس في حاجه لازم اقولها لك قبل ما اسافر. انا شفت معها عند مدحت، ومن كلامها ونظراتها ليه حسيت ان هي غيرانه عليه مني. زينة بقت احسن من المره اللي فاتت. عشان كده سبتيها لوحديها؟ ما احنا اتفقنا خليها تلاقي اصحاب غيرنا. لا يا ليلى، انت بتعوديها على بعدك، عشان كده ناوي اسافر. هاي مساء الخير. اهلا مساء الخير. هي كنت فين؟ كالعاده كنت بعمل شوبينج. خلي ايرن تجيب لك الحاجه من العربيه. لا لا، اصلي حقيقه ما لقيتش حاجه عجبتني. مالك يا زينه يا حبيبتي، مش بتاكلي ليه؟ مش عايزه اكل، انا عايزه ليلى، وجدي مش راضي يوديني ليها. معاها ايرن. استنى يا زينه، هي للدرجه دي زعلانه عشان ليلى مشت؟ بفكر اوديها لها قريب. جرى ايه يا ابراهيم؟ هو انت هتفضل في الغردقه طول ما اللي اسمها ليلى دي هناك ولا ايه؟ لا، المره دي يومين بس، مش اسبوع زي المره اللي فاتت. بالهنا والشفا يا حبيبي. ميرسي يا حبيبتي. اول مره تزورني في بيتي. مبروك عليكي، مع اني كان نفسي كلنا نعيش في بيت واحد. لا، بيت واحد انت وعروستك اللي بطلت تكلمني عنها. ما فيش جديد ماما، اخوكي شاغلني قوي بمشكلته. ما هو على فكره مش هيعرف يخطب ايمان غير بموافقتك. انا بفكر اوافق. ايه لسه برضه مش عايزاه يتجوزها؟ عشان انا عارفه ان دي جوازه مش هتنفع اصلا. خايف اخسر اخوكي لو فضلت رافض. وهتخسر اكتر لو وافقت. بابي اوعى ترجع في كلامك توافق ان شريف يتجوز ايمان. كنت فاكرك انت اللي هترجعي في كلامك. يا بابي شريف يستحق واحده ما عندهاش مشكله ايمان، وبعدين هو مش هيستحمل يقعد معاها كتير، وبعد ما يتطلقوا ادم هيشيلني ذنب اخته. انا متهيألي ان ادم اعقل من كده بكتير. غصب عنه هيحب اخته اكتر من شريف، وبعدين كمان جايز يكرهني بسببه. مش عارف، انه انا حاسس ان في اسباب ثانيه انت مخبيه عليا. حتى لو كنت مخبيه، متهيألي اللي انا قلته دلوقتي كفايه جدا عشان يخوفك من جوازه زي دي. انا بقول نسيبه يخطبها، بعد الخطوبه يمكن يتاكد انه مش هقدر اكمل معاها. انا عارفه شريف كويس قوي، ساعتها بقى هيعند معانا وهيعند مع نفسه كمان، وهيرجع بعد كده ويقول لنا الحقوني. مساء الخير. مساء النور. ادم كويس انك لحقت بابي قبل ما يمشي. لا يمشي بقى ايه، لازم يقعد يتعشى معانا. لا يا باشمهندس، انا بطلت حكايه العشاء دي من زمان. طب رايح فين يا بابا؟ الحق اروح انام. جوزك رجع ومش هتبقي لوحدك، خلي بالك منها ومن اللي بطنها. ما تقلقش، في عينيا هما الاثنين. تصبح على خير. وحضرتك من اهل. هنتكلم في التليفون يا بابي ونشوف هنعمل ايه. ان شاء الله حبيبتي، خليكي مع جوزك. طيب باي باي يا حبيبي. باي. ازيك يا جميلة؟ الحمد لله. ايه الصدفة الغريبة دي؟ الحقيقة هي صدفة ومش صدفة.
بس برضو مش جاي هنا عشانك وبس. امال عشان ايه؟ عشان اكتر حاجه حبيتيها هنا المطعم اللي على البحر. مدام ليلى قالت لي ان هو عجبك قوي. يعني انت جاي تاجر المطعم؟ وما عنديش الا طلب واحد وبس، تسيب المطعم الرئيسي وتشتغلي معايا في المطعم. اكيد في حاجه حصلت خلتك تطلبني دلوقتي. كنت عايز اعرف توصلت لفين في موضوع ايمان. مفيش، المشكله ان والدك مستني موافق بابا وبابا لسه ما وافقش. لا باباك موافق. عرفت منين؟ انا سمعت وبقول لنهى انه موافق يخطب لك ايمان. طب ده خبر حلو قوي. مش قوي، لان نهى نصحته انه ما وافقش. ساكت ليه؟ زي ما تكون عارف يا لينا صحته ما وافقش. لا ابدا، انا عارف منين، انا ما كنتش معاه. نهى قالت اسباب كتيره قوي بس ما اقنعتنيش، زي ما تكون مخبيه حاجه. طب وليه ما سالتهاش؟ عشان هي لغايه دلوقتي ما تعرفش اني سمعتها، وعشان حاجه تانيه اهم. نوع من كام يوم قعدت تقول لي انها تعمل المستحيل عشان تقنع باباك انه يوافق يخطب لك كمان. دلوقتي جايه تعمل العكس بالظبط. انا مش فاهم حاجه. ولا انا كمان بصراحه فاهم حاجه. اوكي يا شريف، انا هصدقك وهساعدك وهقف جنبك لغايه ما تخطب ايمان. بس لو عرفت ان انت ونهى مخبين اي حاجه عني، انا لا هرحمك ولا هرحمها، عشان دي ايمان. ها ايمان؟ اكيد. عندك حق تحبيه، انا اول ما شفته اول مره برضو اعجبت بيه، سبحان الله. بس ما كنتش عارف ان انا لما اجي هلاقيكي هنا. الدنيا صغيرة قوي يا جميلة، مكتوب لنا نتقابل أنا وأنت هنا. عملت إيه مع وفاء؟ ما قلتلهاش إن أنا عرفت منك مشاعرها ناحيتي، بس ربنا العالم أنا مقدر مشاعرها دي قد إيه ومحترمها. بس مش عارف، يعني حاولت أقرب لها على قد ما أقدر، بس مش حاسس غير إنها أختي وبس. وهي عرفت إنك هنا عندي؟ مصيرها تعرف، خصوصًا يعني لو أجرت المطعم ده فعلًا. الا بقى لو انت ليك راي تاني وعايزاني اسيب المطعم ده وامشي. انا مش من حقي اطلب منك كده. انا ما جيتش هنا هربانه منك انت، بس كان عندي امل بعد ما امشي انك هتفضل مع وفاء. هي الدنيا كده يا جميله، عمالين نسافر ونروح ونيجي، واسكندريه ومصر والغردقه، ومحدش بياخد ولا نصيبه. قلتلك يا بنتي احمد زي ما يكون فاكر اني حامل. امبارح وقعت مني فرده حلق تحت السفره، شلت الكراسي وقعدت ادور عليها، لقيته جاي عليا جري وبيشيل عني، بيحذرني ان انا ما اشيلش حاجه تقيله. سالته هو انت بتعمل كده ليه؟ ارتبك جدا وقال لي انا مش عايزه اتعبك، بس انا متاكده ان هو فاكر اني حامل. انا كدبت عليك يا عز. أنا رحت له من وراكي وقلت له إنك حامل، كان كل همي إنك ترجعي له قبل ما تنزلي البيبي. كنتش أعرف إنك نزلتي البيبي فعلا. يا ريتك قلتي لي يا إيمان، يا ريتك قلتي لي، كنت ما رجعتلوش، أو على الأقل كنت عرفته إن أنا نزلت البيبي. أنا غلطت، بس انتي لازم تسامحيني، أنا كان قصدي خير يا عز. يعني إيه؟ أحمد رجالي مخصوص علشان خاطر ابنه اللي أنا نزلته من وراه؟ لا، أحمد رجالك عشان بيحبك وأكيد هيسامحك وهتعوضه البيبي اللي راح.
احكي له اللي حصل يا عز، احكي له اللي حصل بصراحه، وهو اكيد هيسامحك وهتبداوا مع بعض حياه جديده ان شاء الله. سامحني ايه بس يا ايمان؟ سامحني. ناني مش هتسيبك في حالك، هتفضل تهددك بالسي دي اللي معاه، بس مش لازم تفضل خايف منها. قدامك فرصة تعترف لعزة قبل ما ناني توريها السي دي هاي، يما هتفضل طول عمرك تحت رحمة ناني. هتعمل ايه؟ سرك مش هينفع يستخبى اكتر من كده. جوزك مستنيكي في اي لحظة تبشرينك حامل. كان لازم تعترفي له انك نزلت البيبي قبل ما يطلب انه يرجع لك. صحيح انت تصرفتي من وراه، لكن برضو ما خدعتيهوش، عشان هو ما كانش يعرف انك حامل. يسامحك بقى ما يسامحكيش، لازم تجمدي قلبك وتعترفي له. عزة انا عايز اتكلم معاكي في موضوع. انا كمان في حاجة عايز اقولك عليها. طب قول. لا خلاص قول انت، موضوع هنا ممكن ما ينفعش بعده كلام. وانا اللي كنت فاكر ان الموضوع انا اللي مش هينفع بعده كلام. في ايه يا احمد؟ قول لي انت قلقتني. عايز انا اكتبت عليكي غصب عني، ما كانش في ايدي حاجه اعملها غير اني اكدب عليك عشان ترجعي لي. انا عملت كده عشان احافظ على البيت، البيت اللي تعبنا فيه انا وانت. انا خدتك وعندي امل انك تسامحيني، عشان في حاجات كتير حلوه مستنياني انا وانت. بس انا احلف لك يا عز ان دي اول واخر مره تحصل. شريف ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تخافيش مش هقعد كتير. ايه الغلاسه دي؟ تعالى انت وحشني جدا اصلا. بجد؟ اه طبعا. ادم زمانه جاي دلوقتي، اقعد بقى نتغدى مع بعض. مش هينفع، انا جاي لك دلوقتي خصوصا عشان عارف انه مش انا. في ايه؟ انت ليه قلت لبابا ما يوافقش على خطوبتي من ايمان؟ مع انه كان جاي لك مخصوص عشان يقول لك انه موافق. انا ما قلتش كده. انا متاكد ان انتي قلتي كده. لا اكيد بابي فهمك غلط. بس بابا ما اتكلمش معايا في الموضوع ده خالص. امال متاكد من ايه؟ ادم
جوزك سمعك وانت بتقولي لبابا اوعي بابا توافق على خطوبه شريف من ايمان، مع انك قبلها بكام يوم قلت له انا هعمل مستحيل عشان اجوزهم لبعض. المشكله الاكبر بقى دلوقتي انه بقى فاكر ان انا وانت مخبيين عنه حاجه، وده اللي مخليكي رافضه. انا مش عارف هيواجهك ولا لا، ومش عارف لو واجهك هتقولي له ايه. اهم حاجه دلوقتي ان هو وعدني انه هيساعدني لحد ما اخطب ايمان. اعتقد ان انت كده مش هتعرفي تقفي في طريقنا تاني. الأول كنت خايفة إن سرنا يتكشف لو أنا اتجوزتها، خايفي بقى دلوقتي لو أنا ما اتجوزتهاش إن سرنا هيتكشف. وأنت يعني مش خايف؟ لا مش خايف، عشان حبي لإيمان أكبر بكتير من خوفي إنها تعرف الحقيقة. مش عارف أنت إزاي ما حسيتيش كده مع آدا، مع إني متأكد إنك بتحبيه، بس بتحبيه غلط، بتحبيه بطريقتك أنت مش طريقته هو. عن إذنك. خلاص ما بقاش ينفع يعيش في البيت ده، بقيت حاسه انه بيتها هي مش بيتي انا. ما تخلينيش اندم ان انا اعترفت لك. انت احسن لك تندم عشان انت خنتني. طب مش انت قلتي ان انت عندك موضوع مهم لو قلته لي مش هينفع بعده كلام؟ لا خلاص، انت كان عندك حق فعلا لما قلت ان موضوعك انت اللي مش هينفع بعده اي كلام. عايز تقولي مالك؟ هو انت مش عارفه مالي؟ هو شريف ما قالكيش اللي انا قلته له ولا ايه؟ ليه كدبت عليا وفهمتيني انك هتحاربي عشان شريف وايمان يتجوزوا؟ وانت بتحاربي عشان ما يتجوزوش؟ ما حصلش. لا حصل، انا سمعتك بوداني. انت بتتصنت عليا ولا ايه؟ لا يا هاني والله ما كنتش بتصنت عليكي ولا حاجه، بس بعد ما سمعت أول جملة من كلامك كان لازم أسمع الباقي. سمعت غلط. طب فهميني أنت الصح. أنا كنت بحذر بابي بس من المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة جوازهم، لكن ده مش معناه إن أنا رافضة إن هما يتجوزوا. والله أنت شايفاني عبيط ولا إيه؟ عايز أفهمك إني مش هسكت غير لما أعرف اللي أنت مخبيه عني وعن باباكي.
انا مش مخبيه حاجه خالص. اذا كان هو بنفسه قال لك انك مخبيه حاجه وما انطرتيش. كلمي يا نوح، جايز بعد كده الوقت يبقى متاخر قوي. قلت لك مفيش حاجه يا ادم. مفيش حاجه، في ايه؟ ماشي يا نوح، بس عايز افهمك اني هحارب بكل قوتي عشان شريف وايمان يتجوزوا، حتى لو احارب لوحدي. اشوفك امتى يا مها؟ يمكن قبل ابراهيم يرجع من الغردقه. انت متاكده انه هيقعد يومين بس؟ انت ايه، قلقان ان زينه تشبط في ليلى؟ انا قلقان ان ليلى تشبط في الاثنين. انت لسه حاططها في دماغك ولا ايه؟ ولا حاططها في دماغي ولا حاجه، انا ما صدقت انها رجعت الغردقه وحلت عننا. بس عايزك بقى تغسلي دماغ ابراهيم بكلمتين حلوين كده تنسيه اللي قالته له عني. انا مش عارفه انت من غيري كنت هتعمل ايه؟ وانا اعرف اعمل حاجه من غيرك؟ طبعا عشان ما تاخرنيش اكتر من كده. شايفه نسيتيني الموبايل جوه. طب يلا باي. أعرف إذا كان في حاجة بينكم ولا لأ، ما كنتش أعرف إن الحاجة دي هتخليكوا تتقابلوا في شقة وتقفلوا على روحكم. إبراهيم أنت فاهم غلط. اللي أنا شايفه قدامي ده ممكن يتفهم غير كده؟ سكت ليه يا مدحت من طول حياتي؟ إبراهيم بيه، أنا ومها متجوزين. أيوة يا إبراهيم، إحنا متجوزين. برافو عليك يا مدحت، قدرت تتجوز اختي بعقد عرفي من ورايا. احنا كنا ناويين نقول لك. انت العقد بتاريخ سنه فاتت، مستني ايه اكتر من كده؟ كنت مستني اما ظروفي تتحسن شويه. انا مش هقدر اصدقك ولا اصدقها بعد كده. اوعدك ان دي اخر مره هتضحك عليا، واختي هتبقى اخر حاجه ممكن تسرقها مني. قعدت اقول لك على الاقل نقول لابراهيم ما سمعتش كلامي، ما دي اخرتها. تفتكر هيروح يقول لبيلا والولاد؟ ما ده كل اللي همك، مش همك اخويا الوحيد اللي انا خسرته. عشان خاطر يا مها، اجري وراه قولي له كلمتين طيبين خاطره قبل ما يعمل حاجه تاذينا كلنا. يلا حبيبتي يلا. يلا حبيبتي روحي اعملي زي ما قلت لك. ازيك يا ادم؟
الحمد لله. انا طلبت قبلك النهارده عشان اقول لك اني موافق على خطوبه ايمان وشريف، وكلها كام يوم هتلاقيني انا وشريف وامه جايين نخطبها رسمي من مدحت. حضرتك قلت لبابا؟ لا، انا حبيت ابلغك انت الاول. وش معنى؟ عشان اعرف كويس قوي انك انت قريب من ايمان وشريف ويهمك امره. معلش انا حاسس ان في سبب تاني.